راحة أخرى متزوجة 26,000 درهم سوء التدبير. مساء الخير سعاد. مساء النور. تفضل سعاد أستاذ منساسي معك. أول شيء بغيت نشكركم على هذا البرنامج القيم، صراحة كنستافدوا معكم بزاف عاد، دونك شكرا لكم وشكرا بزاف. مرحبا بك. مرحبا بك سعاد وشكرا لكم تتم على الوفاء ديالكم والثقة ديالكم، وحنا سعداء أن نتواصلوا معكم. مرحبا بالمرشحة السادسة. الله يبارك فيك. تفضلي. دونك انا سيدي مزوجة، عندي 31 سنة. انا والزوج ديالي عندنا 13,000 درهم كل واحد. دونك تنحاولوا نصرفوا منها زعما المصاريف الكبار، وكنحاولوا كل واحد من جهته يوفر زعما واحد المبلغ، ولكن مازال ما قدينا زعما نوصلوا لواحد التدبير اللي هو جيد واللي زعما اون ميم بون كوبريو به كاع لي شارج اللي عندنا. الى سولتك على نسبة النجاح اللي حققته اون ميم بون كوبريو به كاع لي شارج اللي عندنا. الى سولتك على نسبة النجاح اللي حققته حتى الان من داكشي اللي كطمحوا ليه؟ والحمد لله، هو بعدا زيرنا راسنا الحمد لله، دخلنا في ان كريدي خدينا واحد البيت. وداك المبلغ اللي كيبقى لنا من غير الكريدي كنحاولوا حتى هو منه نوفروا ما امكن. كتوفروا منه؟ ما امكن اللي قدينا منه كنحاولوا نوفروا كل شهر، مثلا كل من مره 1000 درهم مره 2000 درهم كل مره شحال ما استطعنا نوفروا كنوفروها على حسب كل شهر شنو كيخرج لنا فيه من مصاريف. الكريدي شحال عندكم فيه شهريا؟ عندنا كل واحد 6800 درهم الواحد. نعم. هي اذا بجوجكم 13,000. تماما سيدي. شحال المده ديال هذا الكريدي؟ 25 سنه. أنا سمعت 13,000 درهم، قلت هذا في شي 5 سنين ولا 10 سنين. لا 5 سنين. قلتيها وانت ما عجبكش الحال. لا ماشي ما عجبنيش الحال، حيت ما كانش خيار آخر. واخا أنا غالي شوية، دونك باش تاخذ شي حاجة اللي فواحد البلاصة زوينة ومقادة وهذا في لوكري طالع، دونك ماشي كان على واحد الخيار آخر. اللي صالح ديالكم مرشحين للزيادة في الأشهر القادمة إن شاء الله. نعم سيدي، من هنا واحد 3 أو 4 إن شاء الله تقدر تزاد لنا واحد المبلغ ديال 2500 درهم الواحد. نعم سيدي الواحد. ممتاز. انا سولتك هذا السؤال كنقول ملي درتوا هاد الخطوه ربما حاسبين حسابكم. تماما سيدي، داكشي اللي زعمنا تماما. اذا بقى عندي دابا 13,000. نعم سيدي. اذا شنو تقريبا النفقات اللي عندكم؟ دونك عندنا الاكل والشرب شهريا. باقي نتوما جوج، مازال ما كاينش وليدات ياك؟ مازال مكتب الله. الله يفرحكم. الله يفرحكم. امين يا ربي امين. الله يجزيكم بخير. شكرا. الموضوع عندنا الموضوع ما بين 200 ماكسيموم 250 درهم. 200 بصفه عامه 200. انا غندير 250، غندير الماكسيموم. بيان سور سيدي. نعم. اشنو اخر عاوتاني؟ النقل. عندنا النقل 1000 درهم ديال ليسونس. والوراق تاع الطوموبيل عندكم شي 13 موا كمخصصينو الاوراق؟ لا ما عندناش 13 واحد، حنا موظفين. مي تنحاولوا سوا كنجمعوا لها. عندنا نسيت ما نقول لك، عندنا واحد لابخيم شهريه ديال 1500 درهم كل واحد فينا، هي اللي كنحاولوا نجمعوها سوا كنسافروا بها ولا بحال هكا في الاخر العام كنخليوها للسياره. ممتاز. اذا هاد 1500 خارج هاد 26,000. تماما. اذا ما نهضروش فيها، ندير 1000 درهم ديال ليسانس. ديال ليسانس. ايه اشنو اخر؟ كنحاولوا 1000 درهم ديال ليسانس. ديال ليسانس. ايه اشنو اخر؟ كنحاولوا نعطيو الوالدين حتى 1500 درهم ما بين والديا والوالدين ديال الزوج ديالي. ما بيناتهم 1500. واش كتعطيوها ولا كتحاولوا تعطيوها؟ شهريا. كتعطيوها هذه خارجه؟ نعم شهريا. ايه اشنو اخر عاوتاني؟ وعندي واحد السيده كتعاوني في البيت كنعطيها 600 درهم في الشهر. كتجي مره؟ لا كتجي بصفه اسبوعيه، دونك كتجيها في الشهر 600 درهم. واخا 150 درهم في الاسبوع. صافي بقات غير لاسيغونس ديال الطوموبيل. هذاك قلتي 1500 درهم تاع البريم اللي كتجي. هذاك نخرجوا. باقي عندي الصحه وباقي الملابس وباقي ديال الهاتف.
كل شهر وشهر وما دايرينش ما دايرينش واحد المبلغ محدد. بحال عندي حاجه كنشريو الملابس وبالنسبه للهاتف ما عندناش. بقى عندي 7650 درهم اللي بقى عندي. كنحاولوا نوفروا منها حتى 4000 درهم. 4000 درهم شهريا. كتحاول تخبى الا لو وقفنا عليها في حاله مرض او سفر او شي حاجه فين كتكونسوم. دابا حتى نشوف دابا هاي 4000 درهم درتها الدخار، بقى عندي 3650 درهم مصروف الجيب ديالك وديال الزوج. كيف قلت لك ما محددينش دونك مزيان محدد وداك الشيء اللي بغيت ما كرهتش تعطينا بالضبط الحانات اللي نعمروا ان شاء الله. شحال تقريبا كيكفيك انت حسب؟ لان كل واحد ومصروفه، كاين اللي عنده مثلا الزوج كيكمي، كاين اللي عنده القهوه. الحمد لله شكون غير الزوج ديالي الحمد لله. اذا بيتوتي عنده الحمام ديالو، عنده لاصال، عنده شي حاجه، شي نفقات اللي انا ما عارفهاش. مقيدين في الكلوب. نسيتها. كتجينا في العام 4500 درهم. 4500 درهم سنويا. 4500 درهم سنويا. سنويا نعم. اذا هذه شهريا غتخرجوا لها 375 درهم. 375 درهم. هذه تحط ديال لاصال 375 درهم. اشنو مازال باقي مصروف الجيب باقي ليا؟ 500 درهم مثلا تكفي الزوج تاعك؟ وانت هي شهريا 500 درهم. هذه بغى يدير قهيوه، بغى حمام ديالو، الحلاقه ديالو، طبيعه الحال. وانت 500 درهم تكفيك؟ 700؟ وي 500 درهم. ها هي الاحسان. الاحسان زعما ما دايرش صراحه، ما دايرينش مبلغ زعما محدد. تنحاولوا فين ما زعما لقينا شي فرصه ولا هذا، ولكن زعما ما نكرهش تحدد لنا واحد المبلغ اللي يبقى يمشي شهريا ان شاء الله. نديروا واحد 275 درهم. 275 درهم. ها هي 275 تجمعات زاد عليها تزاد عليها ملي بان لي الباب ديالها. ها هي 275 تجمعات زاد عليها تزاد عليها ملي بان لي الباب ديالها نخرجها. شنو هو الباب ديالها؟ ديما اللي كنقولها، واحد السيده خياطه معلمه ولكن مسكينه ما عندهاش نشري لها ماكينه الخياطه. واحد الطالب ولا واحد الطالبه مجيد وباغي يقرا في كيدير التكوين المهني، كيدير كليه معويز، يقرا في هو جاي من الباديه وتيقرا في المدينه، نعاونه بواحد 275 درهم في الشهر. تماما، صدقه جاريه. صدقه جاريه، هذا النهار اللي غيتخرج غادي نحس براسي درت واحد العمل كبير. ان شاء الله. انت خلي داك الاحسان العيني، الاحسان العيني اللي كيجي فجاه واحد السيده عندها عمليه، واحد السيد طاح اون بان عنده مشكل كذا، كتكون هذيك البركه مجموعه عندي مخبيها، جامع 2000 جامع 3000 درهم، كنشوف باش نقدر نعاونه. بقى عندي 2000 درهم شيطانيه، وبقى عندي الصحه والملابس. غادي نديروا في الصحه واحد 200 درهم. نعم. ملي تكمل الخمس طوارئ. داكو. الملابس نحطوا فيها 500 درهم. 500 درهم ملابس. نعم. و 300 درهم غادي نديرها طوارئ. 300 درهم طوارئ. وملي غتكمل قلت 5 شهور غالطوارئ غتبقى غتولي فيها 500 درهم. نعم. وباقى عندي دابا شيطنا 1000 درهم اخرى، يعني يمكننا نزيدوها على الادخار. 1000 درهم في دونك غادي نوليو نوفروا 5000 درهم شهريا. 5000 درهم شهريا. تماما. إذا دابا السؤال المهم اللي كنطرحوا دائما على المرشحين ديالنا، واليوم نطرحوا على المرشحة سعاد، شنو هو الهدف ديالك بهاد 5000 درهم من هاد الادخار، من هاد التدبير، من هاد المرحلة اللي جاية؟ علما بعد 3 سنين إن شاء الله غتزادكم واحد 2500 درهم، غيولي عندكم ادخار تاع 7500 درهم. إذا شنو هو الهدف ديالكم؟ شنو وهو بعدا كحلو ان شاء الله. ومن غير داكشي ما كرهت انا والزوج ديالي نديرو شي مشروع جميل، ولو يكون تبسيط. نحاولوا الانسان منها يستثمر فيه ومنها يكون عنده مدخول اضافي. وما عرفتش اش غديري دابا هذا المشروع، واش كاتباه ولا ما كاتباهش؟ مازال الصراحه مازال البحث على الفكره، وكنحاول مازال يلا انا والزوج ديالي كنحاولوا نجمعوا الافكار. باش نجمع الافكار ما نبقاش نلقاش افكار كتجي وكطير، باش ما تطيرش. اسماعيل كيدير مع المصروف الاولى. تبع برنامج كيدير مع المصروف، لان يوميا كاين عشرات الافكار اللي كتكون. نعم، تجارب بارعه ورائعه. المساله الثانيه وهو الدفتر، نحطوا راه الاشاره ديالي وديال الزوج تاعي، ها هو محطوط الدفتر، نسميه دفتر مشروع المستقبل ولا مشروع الحياه.
الله. فين ما تجينا شي فكره ولا تجي هو فكره ولا انت كنمشيو تنكتبها. تماما كنمشي تنكتبها تماما كنمشي تنكتبها وفي مره مره نزلتو نتناقشوا هاد الفكره في الاشهر اللي فيها هادي كنحطوا الافكار حطوا الافكار حطوا الافكار لما تجي مرحله ديال الحسم كنقراو الافكار كلها كنشوفوا شنو الفكره اللي كتوافق مع الميول ديالنا والاهتمامات تاعنا والخبرات ديالنا وحنا كنتناقشوا اليوم واستخدمنا كل امكانياتنا مازال ما جاوبناش على السؤال تماما. اذا نخليك معنا ان شاء الله الاخت سعاد وموفقه ان شاء الله تعالى وشكرا لك على التواصل. شكرا لك شكرا لك سعاد من الرباط الله يوفقك ونسمعوا ان شاء الله عما قريب انك عندك شي بنيته ولا شي وليد عمرت الدار الله يفرحكم الله يفرحكم تبارك الله فيك شكرا جزيلا شكرا تبارك الله عليكم شكرا لك عقبالك خديجه اديبي المستمعه الوفيه وصاحبه البرنامج يا رب وكل المستمعين طبعا والناس اللي كيتمناو الدريه الصالحه